بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكر احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد هذا وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة لشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا سموه بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متينة مستمرة في التطور والنمو على كافة الأصعدة